بعد ما تخرجت وخلصت دراسة ورجعت على جدة وعملت أول أتيديه، كان في صعوبة كثيرة. أولاً تعبير المرأة عن نفسها كان صعب، الآن في فرق كبير. يعني ما أعتقد، أولاً حتى قبول المجتمع لك يختلف، كان قبولهم بين أنه موافقين أو رافضين أو أنها مهنة جديدة غير مقبولة. أولاً يعجبني المرأة الجيل الجديد عندهم استقلالية في شخصيتهم، هي تقرر لنفسها، هي تختار الشيء اللي يعجبها، حتى لو رفضوا أهلها ورفضت أمها في الأخير هو قرارها. أنا أعتقد أنه في الاستقلالية الوحدة هي تعبير عن نجاح المرأة في أنها تختار اللي تبغى، أو معرفتها ثقافتها، لأن الموضة ثقافة كبيرة، عندها اطلاع على عدد مصممين كبير من الأزياء، تلاحق الموضة في العالم كلها، تقدر تفرج على محطات يوميا. في فرق كبير، ما عاد أقدر إني أقارن قبل 20 سنة وعي المرأة مثل الآن. الآن المرأة العربية واعية ومدركة. بالنسبة لي سنة استثنائية، يعني أول عرض يعني أخذ فيه 1.5 سنة عشان يعني أعمل مجموعتي. ليش استثنائية؟ لأنه 20 سنة كنت حابة أحتفل فيها في باريس. وليش باريس؟ باريس هي عاصمة الموضة ما في شك، يعني خاصة بالنسبة للهوت كوتور. وكونك تكون في أسبوع الموضة الفرنسي مش عملية سهلة، تمر بمراحل كبيرة، مش أي واحد يقدر يكون في أسبوع الموضة إلا موافقة نقابة الموضة. كانت سنة استثنائية إنه حبيت أقدم، سميته باك تو ذا روتس، والعودة إلى الجذور، وكنت أعنيها إن كل بداياتي كانت بدايات متواضعة، إمكانيات ضعيفة لما بدأت 90، ولكن كانت شبه انتحارية إني أدخل أسبوع الموضة. طبعاً اللي دخلني أسبوع الموضة هو كان فستان ليدي ديانا، لما قدمته لها ولما نعرفه في أسبوع الموضة إني صممت ليدي ديانا، كانت تأشيرة دخول لي لأسبوع الموضة. جات فترة حالياً فكرت أوكي، اهتميت في المرأة، اهتميت في الرجل، وجدت إنه المفروض إني أبدأ بداية مختلفة، ولكن فهمت الدرس متأخر، وإنه مفروض إنه كان التطوير والتغيير يبدأ مع الطفل. الطفل لما أولاً مقبول التغيير عنده، وعند المجتمع كلهم حيقبلوا اللبس على الطفل. فحبيت إني أبدأ أرجع أعمل مع الطفل، كيف أعلمه اللبس من البداية، وكيف أربطه مثلاً بالمنتج المحلي بس بطريقة مطورة، وأهله حيكونوا فرحانين بهذا الشيء ويدعمونه، وكل الناس حيعجبهم هذا الشيء. حيكبر هذا الولد وعنده استقلالية في تفكيره، ما حيكون عنده هذا الضغط الاجتماعي اللي لا ليش التطوير هذا، ايش لبسك غير، فحيكون هو تربى على التطوير من طفولته. لذلك قدمت مجموعة طفل سميتها Elements Kids Elements من يحيى، وعملت لأول مرة لبس متكامل للطفل، انه تصاميم ثياب مطورة، للشماغ مطور، وعملت مجموعة اكسسوارات لتصاحبها. وأنا أعتقد إنه الرهان كان جيد، هذا أول سنة ينزل، وكان في متناول يد الناس، كل من يقدر يلبس هذا الشيء جاهز بسهولة، ما يلاقي صعوبة إنه يعمله كاستم ميد أو شيء، ويأخذه ويبدأ يتعلم هذا الثقافة. أنا أعتقد إنه أنا راهن على هذا الأطفال إنهم حيكونوا هم جيلي القادم اللي يعيشوا تغيير الموضة. لازم نعمل نفرق بين التطوير وبين التصميم. إذا كانوا ناس عملوا تطوير عبايات بالنسبة للمرأة، صعب إن إحنا نطلق عليها مصممة، أو شباب يعملوا تطوير للثوب، صعب إن إحنا نطلق عليها مصمم، لأن هالأشياء قائمة هذه وما نقدر نسميها إنه هذول المصممين. نقدر لو كان عندهم الرغبة إنهم يتعلموا، المصمم هو متكامل يعرف كل عمله. أنا نصيحتي لهم إنه يتعلموا، كل واحد يلاقي نفسه عنده موهبة إنه يروح للقنوات التعليمية حتى يقدر يسقل موهبته. بالنسبة للعرب، عندي حتى في المصممين العرب، احنا في فرنسا او لما نقدم عروضنا في باريس عددنا صار كبير، ولكن كلنا او كلهم يستعروا من تراث بلدانهم. انا اعتقد انه مهم ان احنا دائما نستوحي من تراثنا العربي، وانا اتكلم عن الوحي هو ناخذ ما يتعدى 5%، لكن نهرب او كنا احنا نتنكر له، انا اعتقد انه مو شيء جميل. والدليل المصممين اليابانيين غزوا اوروبا وامريكا كلهم كلها بوحي من تصاميم بلدانهم او من تراث بلدانهم. اعتقد انه الوقت الان اصبح كمان مهم ان احنا نسوي صناعه موضه. صناعه الموضه ما اظنها تصبح في العالم العربي الا اذا كان هناك عروض ازياء على مستوى انه يصير اسبوع موضه عربي بشكل علمي وبشكل نقابات. اتمنى النقابات تصير في العالم العربي، والنقابات هي تحفظ اسم المصمم وتساعده على الوصول الى العالميه.